أنزل علينا من عندك مغفرة ورحمة، إنك غفور رحيم. سبحانك وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. سبحانك ربنا ما أعظمك، سبحانك ربنا ما أحلمك، سبحانك ربنا ما أجودك. سبحانك ربنا وبحمدك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. أيها المؤمنون، لازلنا وإياكم ننتظر في هذه اللحظات أذان صلاة المغرب من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأشاهد وتشاهدون في هذه اللحظات قد ابتلت الأرض بماء السماء بالمطر. الحمد لك يا رب، الحمد لك يا رب. أيها المؤمنون، أرى في هذه اللحظات مؤذن مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم يتقدم إلى الميكروفون لرفع الأذان. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الصلاة، حي على الفلاح، حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. حقا وأبدا ودوما وصدقا لا إله إلا الله. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت نبينا وحبيبنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته. رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا.
وهكذا أيها المؤمنون ارتفع صوت الحق من مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. رفع الأذان المؤذن سعود بن عبد العزيز بخاري، نسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. اللهم عدد ما أذن المؤذنون وصلى المصلون، اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا ومن أحبنا فيك وأحببناه فيك يا رب العالمين. أيها المسلمون، عن أنس رضي الله عنه قال: أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، قال: فحسر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا: يا رسول الله، لما صنعت هذا؟ قال: لأنه حديث عهد بربه تعالى، رواه مسلم. يسن أيها المباركون عند رؤية المطر أن يقال صيبا نافعا. فعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: صيبا نافعا، رواه البخاري. وعن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا رأى المطر قال: رحمة، رواه مسلم. وكما جاء في حديث خالد بن زيد رضي الله عنه قول: مطرنا برحمة الله وبرزق الله وبفضل الله. الحمد لله، الحمد لله، لك الحمد يا رب. الدعاء العام عند نزول المطر فهو من مواطن استجابة الدعاء، فادعوا ربكم، ادعوا ربكم، تمنوا وادعوا، فإن ربنا رحيم قريب سبحانه جل في علاه. فضل الدعاء عند نزول المطر كما جاء في حديث حسن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: اطلبوا إجابة الدعاء عند التقاء الجيوش وإقامة الصلاة ونزول المطر. فاللهم يا رب إنا ندعوك في هذا الوقت الذي يتحرى وتتحرى فيه الإجابة. اللهم يا رب وفقنا لكل خير، يسر لنا كل خير، أغننا بحلالك عن حرامك، وفقنا لكل ما تحب وترضى، خذ بناصيتنا إلى البر والتقوى. اللهم واجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين، اجعلنا من عبادك الصالحين المصلحين المتقين يا رب العالمين. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. يسن أن يقال عند سماع صوت الرعد والصواعق فيما جاء في حديث ابن الزبير رضي الله عنه: إذا سمع الرعد ترك الحديث وقال: سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته،
رواه البخاري. الحمد لله، الحمد لله، ثم الحمد لله، حتى يبلغ الحمد منتهى. اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا. أيها المؤمنون، لازلنا وإياكم في هذه اللحظات ننتظر إقامة صلاة المغرب، وهم المسلمون يتسابقون إلى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأرى المؤذن يتقدم في هذه اللحظات لإقامة الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة، حي على الفلاح، قد قامت الصلاة، قد قامت الصلاة. الله أكبر، الله أكبر، لا إله إلا الله. لا إله إلا الله. استووا. الله أكبر، الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. ومن آياته أن يرسل الرياح مبشرات وليذيقكم من رحمته ولتجري الفلك بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. ولقد أرسلنا من قبلك رسلا إلى قومهم فجاءوهم بالبينات فانتقمنا من الذين أجرموا وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الله الذي يرسل الرياح فتثير سحابا فيبسطه في السماء كيف يشاء ويجعله كسفا فترى الودق يخرج من خلاله فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون. وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. الله أكبر الله أكبر. سمع الله لمن حمده. ربنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر. 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 سمع الله لمن حمده. ربنا ولك الحمد. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر
السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله. استغفر الله، استغفر الله، استغفر الله. اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا مانع لما أعطيت، ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله، ولا نعبد إلا إياه، له النعمة وله الفضل وله الثناء الحسن. لا إله إلا الله، وحده لا شريك له، وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله والله أكبر. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ربنا وخالقنا وسيدنا. أيها المسلمون، نقلنا لكم على الهواء مباشرة أذان وصلاة المغرب. أما المصلين فضيلة الشيخ صلاح بن محمد البدير، نسأل الله أن يجزيه خير الجزاء. أيها المؤمنون في مشارق الأرض ومغاربها، في أصقاع العالم، تشاهدون هذه الصورة الحية على مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وترون البرق في سماء المدينة، والرعد يسمع. فسبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. نقلنا لكم بأجواء إيمانية روحانية، بأجواء مفعمة بالإيمان والخير والمغفرة، بأجواء مليئة بالغيث والخير من رب العالمين. ذكراي معكم هي مطر وخير بإذن الله. ألتقيكم بحول الله وقوته قبل صلاة العشاء من هذه الليلة على ذكرى خير ومطر وبركة من رب رحيم سبحانه وتعالى. تقبلوا تحيات مخرج هذه الفترة الأستاذ علي بن صالح الردادي، هذا محدثكم مصعب بن مشعل الديحاني، وديعكم على أمل اللقاء بكم قبل أذان العشاء. أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ولا تنسونا من صالح دعواتكم.
سعيد بن أبي الحسن قال: كنت عند ابن عباس رضي الله عنهما إذ أتاه رجل فقال: يا أبا عباس، إني إنسان إنما معيشتي من صنعة يدي، وإني أصنع هذه التصاوير. فقال ابن عباس: ألا أحدثك إلا ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول؟ سمعته يقول: من صور صورة فإن الله معذبه حتى ينفخ فيها الروح، وليس بنافخ فيها أبدا. فربى الرجل ربوة شديدة واصفر وجهه، فقال: ويحك، إن أبيت إلا أن تصنع فعليك بهذا الشجر كل شيء ليس فيه روح. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي زرعة رحمه الله قال: دخلت مع أبي هريرة دارا بالمدينة فرأى أعلاها مصورا يصور، قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ومن أظلم ممن ذهب يخلق كخلقي، فليخلقوا حبة وليخلقوا ذرة. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا ألا يبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. رواه البخاري ومسلم. والمقصود بالقلادة هنا ما يجعل في عنق البعير من الحبال حتى يقاد به، حيث كانوا يقلدون الإبل أوتار القسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا. والله أعلم. وعن أنس رضي الله عنه قال: لما ولدت أم سليم قالت لي: يا أنس انظر هذا الغلام، فلا يصيبن شيئا حتى تغدو به إلى النبي صلى الله عليه وسلم يحنكه. فغدوت به فإذا هو في حائط وعليه خميصة حريثية وهو يسم الظهر الذي قدم عليه في الفتح. رواه البخاري ومسلم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن القزع. رواه البخاري ومسلم. والقزع أن يحلق رأس الصبي ويترك في مواضع منه الشعر متفرقا. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إياكم والجلوس في الطرقات أو على الطرقات. فقالوا: ما لنا بد، إنما هي مجالسنا نتحدث فيها. قال: فإذا أبيتم إلا المجالس فأعطوا الطريق حقها. قالوا: وما حق الطريق؟ قال: غض البصر وكف الأذى ورد السلام وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر. رواه البخاري ومسلم. عن أسماء رضي الله عنها قالت: سألت امرأة النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسول الله، إن ابنتي أصابتها الحصبة فمرق شعرها، وإني زوجتها، أفأصل فيه؟
فقال: لعن الله الواصلة والموصولة. رواه البخاري ومسلم. وقولها فمرق شعرها من المروق، أي خرج شعرها من موضعه. وقولها أفأصل فيه، أي في شعرها غيره. والواصلة لنفسها أو لغيرها، والموصولة أي التي يفعل بها ذلك. وعن عائشة رضي الله عنها أن امرأة من الأنصار زوجت ابنتها فتمعط شعر رأسها، فجاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكرت ذلك له، فقالت: إن زوجها أمرني أن أصل في شعرها. فقال: لا، إنه قد لعن الموصلات. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث عبد الله بن مسعود قال: لعن الله الواشمات والموتشمات والمتنمصات والمتفلجات للحسن المغيرات خلق الله. فبلغ ذلك امرأة من بني أسد يقال لها أم يعقوب، فجاءت فقالت: إنه بلغني أنك لعنت كيت وكيت. فقال: وما لي لا ألعن من لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن هو في كتاب الله. فقالت: لقد قرأت ما بين اللوحين فما وجدت فيه ما تقول. فقال: لئن كنت قرأتيه لقد وجدتيه، أما قرأتي وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ قالت: بلى. قال: فإنه قد نهى عنه. قالت: فإني أرى أهلك يفعلونه. قال: فاذهبي فانظري. فذهبت فنظرت فلم تر من حاجتها شيئا. فقال: لو كانت كذلك ما جامعتنا. رواه البخاري ومسلم. وعن حميد بن عبد الرحمن أنه سمع معاوية بن أبي سفيان عام حج على المنبر، فتناول قصة من شعر وكانت في يدي حرسي، فقال: يا أهل المدينة، أين علماؤكم؟ سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن مثل هذا ويقول: إنما هلكت بنو إسرائيل حين اتخذها نساؤهم. رواه البخاري ومسلم. وعن أسماء رضي الله عنها أن امرأة قالت: يا رسول الله، إن لي ضرة، فهل علي جناح إن تشبعت من زوجي غير الذي يعطيني؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المتشبع بما لم يعط كلابس ثوبي زور. رواه البخاري ومسلم. والمقصود بالمتشبع المتكلف إسرافا في الأكل وزيادة على الشبع حتى يمتلئ ويتضلع. والمقصود بالمعنى هنا هو المستعار للمتحلي بفضيلة لم يرزق وليس من أهلها. عن أنس رضي الله عنه قال: دعا رجل بالبقيع: يا أبا القاسم. فالتفت إليه النبي صلى الله عليه وسلم فقال: لم أعنك. فقال: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله الأنصاري قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقالت الأنصار:
لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، ولد لي غلام فسميته القاسم. فقالت الأنصار: لا نكنيك أبا القاسم ولا ننعمك عينا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أحسنت الأنصار، سموا باسمي ولا تكنوا بكنيتي، فإنما أنا قاسم. رواه البخاري ومسلم. وفي حديث جابر رضي الله عنه قال: ولد لرجل منا غلام فسماه القاسم، فقلنا: لا نكنيك أبا القاسم ولا كرامة. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال: سم ابنك عبد الرحمن. رواه البخاري ومسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال أبو القاسم صلى الله عليه وسلم: سموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه أن زينب كان اسمها برة، فقيل: تزكي نفسها، فسماها رسول الله صلى الله عليه وسلم زينب. رواه البخاري ومسلم. وعنه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أخنع الأسماء عند الله رجل تسمى بملك الأملاك. رواه البخاري ومسلم. وعن أسماء رضي الله عنها وعن أبيها أنها حملت بعبد الله بن الزبير فقالت: خرجت وأنا متم فأتيت المدينة، فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فما